هلا وسهلا فيكم مشاهدينا وحياكم الناس في أسبوع. تصدرت خلال الأيام الماضية أغنية ويكند الترند في مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية وجميع دول الخليج. أطلقت نجمة السوشيال ميديا منى الشيخ أغنية بعنوان ويكند واللي أثارت أعجاب الكثير، وجاء من خلالها الكثير من الجدل حول مؤيد ومعارض لفكرة الأغنية. خلونا نشوف مقطع من هالأغنية ونرجع. اليخت حقي موجود، كل يوم سهرة في المود، فطوري بانكيك وهيلثي فود، وابعي دايما عن المود. خلونا نفلها الليلة هذه من أولها، خلونا نفلها والسهرة يلا نطولها. معنا من الرياض نجمة مواقع التواصل الاجتماعي منى الشيخ. هلا وسهلا فيك منى. يا اهلا، كيف الحال؟ اهلا وسهلا، مساء الخير. اول شيء منى احكي لنا ايش شعورك وانت ترند الاسبوع الماضي. الحمد لله، احساس حلو. ما توقعت انه اول اغنيه لي بتثير هذه الضجه وتكون ترند في كم دوله خليجيه. جاتك الفكره وقت الحجر ولا انت من قبل، من زمان اول ما دخلت السوشيال ميديا وفي بالك يوم من الايام يصير عندك اغنيه راب؟ انا من وانا صغيره كنت زمان اغني لكن قطعت، ففجاه رحت استديو قالوا لي تغني، قلت تعرف تغني يا منى؟ ايوه اعرف اغني، يلا. طب بس ايش يعني غنيت؟ ايش نوع الغنى اللي تغنينه من انت صغيره؟ الاغنيه اللي سويتها راب. اي بس انت تغنين الراب من انت صغيره؟ لا، كنت اغني اغاني عاديه يعني، فهمتي؟ فانا صوتي مو صوت اللي يعني ما حادندن، لا يعني اغنيه كانت راب فلا عفويه يعني الويكند وكذا. طيب بعد ردات الفعل اللي انت سمعتيها تفكرين تسوين اغنيه ثانيه ولا خلاص؟ لا ان شاء الله، تحمست مره ان انا اسوي اغنيه ثانيه. ناس كثير مره حبوا الاغنيه لانها شبابيه وفله وكذا، فهمتي؟ فحتحمست ان انا اسوي اغنيه ثانيه عشان تحمس برضو الناس أكثر. حبيت المجال. يعني بعد كذا نصنفك رابر؟ أي أيوة. أي؟ أستنى الأغنية الجاية إن شاء الله. طيب أوكي، معروفين إن الرابر يعني يرتجلون كثير في أغانيهم، تقدر الآن ترتجلين لنا بأغنية؟ أو في شيء محضرته؟ أنا لا والله ما في شيء محضرته، بس أستنى إن شاء الله جديدي. ما في أي فكرة الآن ممكن تقوليها لنا؟ لا. طب انت قلتي لي ان صوتك حلو، ليش 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 اخترت الراب؟ ليش مثلا ما رحتي سويتي اغنيه فيها؟ انت قلتي ان صوتك حلو، ليش اخترتي تغنين راب؟ انا قلت صوتي مو حلو، صوتي مو حلو اللي انا ادندن واعمل موال، لا يعني بس راب، فهمتي قصدي؟ يعني وده هذا النوع من الايقاع. طب من انت صغيره شو تغنين كنتي؟ كنت أغني عادي أغاني يعني أدني موسيقية، فكنت أغني أغاني عن الوطن وكذا في استديوهات أيام زمان، فبس ما استمريت من وأنا صغيرة على ذا الشيء. بس لما يعني جاتني الفرصة دحين وأنا في السوشيال ميديا قالوا لي يلا، قلت يلا أسوي أغنية فلة عن الويكند وكذا، بس يعني أغنية شبابية فلة وكذا، فهمتي؟ طيب إيش أكثر شيء انتقدوك عليه في الأغنية؟ الكلمات، الفيديو كليب، إنك فكرة إنك أساساً تغنين راب، إيش أكثر شيء جاك؟ أكثر انتقاد جاني ممكن إنه خلاص مو أي مشهور يغني، فهمتوا قصدي؟ لأنه دحين تقريباً كل المشاهير صاروا يغنوا، فهم عندهم فكرة إنه خلاص مو كل مشهور يغني. لكن أنا ما في عمل طبعاً يخلو من انتقاد، لكن الحمد لله عجبت ناس مرة كثير، والدليل على ذا الشيء إنها كانت ترند أكثر من أسبوع، ويعني الحمد لله. طب احكي لنا عن تفاصيل الفيديو كليب، كان في معك مشاهير سوشيال ميديا كمان في الفيديو، كيف جات الاغنيه؟ كيف تم انتاجها؟ بس جات الفكره، اخترت موضوع عن الويكند زي ما قلت لك، ووقت لوكيشن التصوير بدانا كانت في مدينه الملك عبد الله التصوير، لان الفايبز هناك يعني اشياء حلوه كذا حسيتها تناسب مره للفيديو كليب حقي. بدأنا التصوير، رحت هناك أنا أول وحدة الساعة 11 لين الساعة 4 الفجر، يعني كان ضغطنا نفسنا كله، كان في يوم واحد. ثاني يوم صورنا لقطات نهارية. طبعا الستايلست تبعي أمي الله يحفظها كانت هي مسؤولة عن كل الستايل في الفيديو كليب. هي بشكل دائم مسؤولة عن ستايلك ولا بس في الفيديو كليب؟
لا هي بشكل دائم مسؤولة عن الستايل تبعي وكذا، حتى ستايل اخويا. ما شاء الله، الله يحفظها لك. طيب الحين هل في افكار معينة او قضايا معينة تحب انك انت تغنين عنها؟ انا حاليا شغال ان شاء الله على الاغنية الجاية. طب قولي لنا تفاصيل عن الاغنية الجاية. لسه ما اخترت بالضبط ايش القضية، بس لكن يعني جلسة اشتغل على الموضوع. طب ايش تحبين؟ لسه امس بديت. لو عندك الحين، لو انت فرصة جلسة تختارين، ايش تفكرين تختارين عن ايش؟ انا احب الاشياء دائما اللي تكون فلاوية اكتر، تكون اشياء تبسط اكتر، يعني هذا النوع، مو نوع حزين او رومانسي، لا مو حزين يعني. طب ممكن زي ايش؟ خلصنا الويكند، ايش باقي تغنين غير الويكند؟ ندور عاد موضوع ثاني نمشي به. شكرا يعني في هذه الفايبس. نتمنى لك التوفيق منى، شكرا لوجودك اليوم معنا. شكرا لك.